السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض كيك اللي كيجي رطب وغزال، وكنتمنى ان ينال اعجابكم. ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. عندي في بول هنايا واحد القريصه ديال الملحه، وعندي واحد شويه ديال القشور ديال الليمون يعني البرتقال، وكنحتاجو 3 الحبات ديال البيض. من بعد غادي نضربوا البيض بالطراب اليدوي، اللي بغى يستعمل الطراب الكهربائي يستعمله. وغادي نزيدو كاس ديال السكر، الكاس كنعبروا بالكاس ديال العنبه، وغادي نبقاو نضربوا البيض حتى يولي عندنا اللون ديال البيض ابيض، باش الكيك ديالنا يجي عالي. ومن بعد غادي نزيدو الزيت، كيف ما كتشوفوا الزيت يعني الكاس راه ما عامرش، وغادي نحاول نكب الزيت بحال شكل ديال الخيط، ونبقى نضرب في نفس الوقت. وخليت واحد شويه ديال الزيت يعني ما استعملتوش كامل، هذاك شويه اللي بقى ليا هو اللي دهنت به المول. من بعد غادي نزيد الحليب، الا كان عندكم الليمون من الاحسن، انا درت بزاف الحليب. صافي، من بعد غادي نزيدو الدقيق، يعني نبداو نزيدو بشويه بشويه، من نحاولو ما نديروهش كامل. عندي تقريبا هنا 350 غرام، المهم راه الدقيق انا شاط ليا منه شويه، على حساب كل واحد يعني، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا. ونغربلوه 2 المرات من الاحسن. صافي، نبقاو نديرو في الدقيق ونضربو. من بعد غادي نزيد الخميره ديال الحلوه، حتى هي عندي هنا 2 شاسيات يعني 16 غرام، كنخليوها هي الاخرى. صافي، من بعد كنعاودو نضربو الخليط مزيان. كنزيد 2 المعالق كبار ديال الفيرميسال ديال الشوكولات، وكنخلطوها مزيان. ومن بعد كنوجدوا المول، كندهنوه بالزيت، وكيكون الفرن يعني عاش كنشعل الفرن، يعني كندخلوها في الفرن يكون شويه مازال باقي بارد يعني ما سخونش، باش كنخليوها كطيب على خاطرها. الدرجه ديال الحراره 150 حتى 160، كنخليوها 35 دقيقه.
انا هنايا درتها في هذا المول هذا وعاودت حيدتها ودرتها في المول الاخر، نسيت اش درتها في المول العجيب. والكريمه كنحتاجو لها نصف لتر ديال الحليب، اولا يمكن لينا نديرو واحد الماء ماشي مشكل. عندي جوج المعالق كبار ديال كريم باتيسير اولا النشا اللي متوفر عندنا، وكنخلطو الخليط مزيان مزيان باش ما كيبقاوش عندنا دوك الكويرات. من بعد عندي واحد جوج علب ديال الفلان، ديال كل علبه فيها 3 غرام. وزدت جوج المعالق كبار ديال السكر وكنخلطوه مزيان، وكنستعملوه فوق من النار وكنخليوها حتى كتعقد واحد شويه. كنحاولوا نوجدوها من كتقرب الكيك ديالنا كنخرجوها من الفرن. انا هنايا كيف ما كتشوفوا حولتها في المول العجيب وغنخليها ترتاح واحد شويه. مني قلبتها انا باقا سخونه كيف ما كتشوفوا، لصقت لي واحد شويه من الفوق، لكن ماشي مشكل. غادي نكبو هاد الكريمه هذه، غادي تغطيها. كنحاولوا نديروا الكريمه تكون مازال سخونه، ومن بعد كنخليوها تبرد واحد شويه وكنزينوها بداكشي اللي متوفر عندنا في البيت. انا عملت ليها تزيين بسيط، يعني داكشي اللي متوفر عندي، وكنتمنى انها تنال اعجابكم. صراحه هي جات لذيذه وجات زوينه، يمكن لينا ان نحضروها حتى للضيوف ديالنا على الشلال، كان الصراحه كتجي لذيذه. غادي نقطع لكم قطعه منها وغادي تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. صراحة كيف كيف ما كيقولوا يعني كتجي ديال تحمات الوجه. يمكن لينا نحضروها حتى للضيوف ديالنا على شلة. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ما تنساو تشاركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب. شكرا على المتابعة، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة سهل وسريع مع سميرة.